المرتبة الثانية مريم عباري تحصيلاتكم. أنني كنشكر هاد الجوائز كاملهم وفرحانة أنني جيت المرتبة الثانية والله يسر لهم وعلى هاد الجوائز شكرا لهم وجزاهم الله خير يا ربي يزيد لهم من حسناتهم ويا ربي يسر لهم في أي حاجة يا ربي. فرحانة بزاف حيت أول مرة غنشارك في هاد المسابقة وغنجح فيها أول مرة حيت ما عمرني شاركت شي مسابقة قرآنية وفرحانة على هاد الشي اللي نزل عليا ربي هاد الرزق اللي نزل عليا ربي ويا ربي تيسر لينا كاملين والله ملك الحمد واللي ما نجحش يا ربي تيسر ليه في المسابقة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله بغيت نحفظ كامل القرآن حيت بستين كاملو كنتمنى اصلا انا نشارك في شي مسابقه قرانيه وسبحان الله اليوم الله رزق عليا الرزق اليوم سبحان الله. نتمنى لهم التوفيق وهنيئا لهم ويا ربي يفرحوا واحد الفرحه زوينه وتيسر لهم يا ربي امين.